استخدموا 10 طن من البطاطس لتوليد المستشفيات بالكهرباء. زياد شيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بعد قلبي وروحي. ألف لا ألف مبروك، هذا بالعيد. ألف مبروك، هذا واحد متزوج. مبارك عليكم الشهر، أسأل الله أن يجعلنا من صوامة وقوامة يا رب العالمين. واللي يشترك أسأل الله أن يوفقه ويجيب له بنتي. يا رب أمين. يا رب يكون كروز بعد. يا رب العيد. يا رب يكرم. اشترك بس قبل نسمع. رجعنا لكم بسلسلة من يشيل الكاب، أنا وزياد أنا بشيلك. طبعا زياد ذمتك، أنا أتفق معك بشيء بالذمة. والله إني ما أتفق مع أي شيء يا جماعة الخير. شو بتقول؟ رويك فجأة صوت ذكي. والله في ناس يظلموني يقولون بالله إنه رايد يتفق، والله ما اتفقت يا جماعة، والله العظيم. والله العظيم إني ما أدري وش عند رايد معلومات، ولا أدري الصح والغلط. أي والله. ولد هو أكيد مو بقول جايبها. لا أنا جيب، أنا يلا أفكر. إيه. بس في يعني أشياء أحس إن أنا ضفتها صراحة، قلت نبي أسئلة دينية، طبعا الشباب مو يسوون أسئلة دينية لأن شكلنا هذا كبير. نبدأ. نبدأ. هذا رقم قص. يلا. هذا رقم قص. انا ابدا انا طيب رايد بصدع فيك من البدايه. عادي. طبعا يا جماعه الخير اجابتين صح واحده خطا، انا بقفط الخطا بس. تدري يا رايد ان الدجاج، شفت الدجاجه؟ ايوه. تدري انها كبر حجمها خلال 60 سنه اللي راحت؟ يعني اول كانت صغيره وصارت اكبر. صارت ضرن يعني بال 60 سنه هذه تخيل. يعني قبل 60 كانت صغيره وكبرت كبرت 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 معنا. والحين صارت كبيره. ايوه الحين صارت كبيره مو مثل قبل. دجاجه بتبيض وحده كبيره. اكيد صغيره. لا لا اقصد حجم الدجاجه. الحجم. الحجم. الحين ممكن ما ندري. اقول لك الثاني؟ لا عندي انا. عندك يلا. انا اللي اقول لك. طيب يا زياد ركز معي زين. ايه. في احد المأكولات اللي ناكلها كل يوم. حلو. كل يوم تاكلها. كل يوم ناكلها. نقدر نحولها لألماس. ايوه اسمع مني بس. هذا بعد تحقيق العلماء إيه؟ اكدوا انه في اكله من الاكلات اللي ناكلها تقدر تحولها الى الماس. هذه معلومه. الماس مره واحده. الماس هذه واضح انها كل من البدايه. ممتاز. شو قاعد علينا؟ اعطيك يلا. طيب يا رايد تعرف فاكهه الافوكادو؟ الافوكادو تدري انها بتنقرض بعد مده، وش السبب؟ وش تتوقع؟ لانه مو مربح للمزارع، ما يربح فيها. مكلفه وما يربح فيها. ممكن هذه شوي فبتنقرض الفاكهه. يا الله مش يصير افوكادو، ما في احد يقول كذا، مستحيل. برتقال ما ينقرض ولا كوكتيل، افوكادو عادي تنقرض. بس انت عرفت السبب؟ انها ما هي مربحه، يتعبون على ما يطلعون. طيب خذ مني هذه. اكثر المأكولات سرقه بالعالم، المأكولات اللي تنسرق هي الأجبان، لدرجة إنه 4% من صنع الأجبان بالعالم هذه مسروقة، يعني 4% بالعالم مش يعني ملايين الأجبان تنسرق. أنا شايف واحد من العيال يسرق جبن من هنا. أيوه ولا أدري يمكن صح يمكن غلط. الله أعلم. الله أعلم. إيه بغيت الكاميرا. الله أعلم. دقيقة صدق 4% من العالم بالعالم يسمعونها 4% بالعالم، لو تجمعها كلها 4% هذا مسروق. 4% مسروق ولا مسروق؟ مسروق مسروق ينسرق كل سنة، كل سنة 4% ينسرق، هذا أساسي. سرقة يعني يجي كذا واحد ما معه فلوس ضفر، يلا جيب كيلو واحدة جيب أبوك البقرة ضاحت. يمكن صح يمكن غلط. الله يا ويل يا عيل صعبة مرة. طيب يا رايد تدري ان الكاتشب ما فيه طماط، فيه ماده مصنعه من الطماط. ماده مصنعه من الطماط. ما في طماط كاتشب. الكاتشب ما فيه طماط. يعني وش هو؟ يعني في بطاطس جبنه طماط اساسه طماط، ما في طماط. هذه معلومتك. معلومتي ان ما فيها طماط مصنوعه من ماده. لا اللي فيه ماده مصنعه من الطماط. اها ممكن ممكن هذا الكل ممكن هذا حقيقة. طيب. يلا عندك الخيرة. في إحدى الدول اللي بإفريقيا. حلو. استخدموا 10 طن من البطاطس لتوليد المستشفيات بالكهرباء. زياد شيك ما ندري يمكن صح ما ندري. زياد بجاوب. والله لا. خالد يا عيال خالد كاتب رساله، وش ذا؟ وش ذا البطاطس اللي يولد كهرباء؟ ليش؟ ليش؟ كذاب صح انا كذاب. انا والله اني مستحي وانا اقولها. بطاطس توليد كهرباء، شلون شغل كهرباء؟ شلون؟ طيب يا زياد يلا انا ترى رجال جد رجال جد ترى ممكن صح ترى ما ادري، فاختار انت اي قصه انا كذبت فيها. اخر حدث صح. طيب طيب نرجع للانا. ايه
ايه نرجع لمعلوماتك زياد. حلو. الدجاجة انت حلفت فيها. والله صدق سمعتني هكل. هذي حلف فيها قال والله صدق انا صدق كيف سمعتني ما ندري. الثانية وشي؟ حقت الافوكادو. الافوكادو هذي هذي يمكن صدق. ايه ايدي الكاتشب. الكاتشب انا اقول الكاتشب كذا كذا مستحيل كاتشب بدون طماطم مستحيل والله. طيب وشي يعني ركز معي كاتشب بدون طماط كيف؟ ما ندري هذا خطا صح؟ خطا كاتشب بدون طماط. المعلومات يا خالد مضروبة. والله مضروبة يا خالد. تعادل تعادل صفر صفر الآن. واحد واحد. اي واحد واحد الآن. وين نروح يا زياد توقع الآن؟ عندي لا لا اسمه خلينا نروح شو اسمه؟ يا زياد ما انه برمضان الآن صح لازم يتقفى. ايوه اسئلة عن الدين. حلو. ابدا انت من عندي. انا ابدا؟ اي ابدا. طيب المعلومة الأولى اللي عندي يقول لك أول من أطلق سهم في سبيل الله ممتاز هو سعد بن وقاص. هذه معلومة الأولى. يمكن 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 يمكن, يمكن واحد ثاني. طيب صح. خذ مني. أول شخص تمنى الموت في العالم هو يوسف عليه السلام. هو اللي يتمنى الموت. لا ما ندري. لا تقولي لا الحين لو سمحت. لا 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 تكذبني الحين. لا لا بعد شوي كذبني. لا لا هذه هذه معلومة واضح انها صح. ايه ممكن لا. صح ايه يمكن الخمك يقول لك لا بالنهاية. ايه صح اشوكها عليك. يا سلام عليك. اول شخص تمنى الموت هو يوسف عليه السلام. هذه معلومتي طبعا من البشر. اول ما تمنى الموت من البشر اللي هو يوسف عليه السلام. حلو. تدري يا رايد عدد الانبياء العدد اللي تعرفه 120 الف نبي. هذا عدد الانبياء. عدد الانبياء. طيب اول صلاة قام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. هذه اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفكر الحين اعطي معلومتي. اعطيك معلومتي. هنا. تدري يا رايد اول من يشهد عليك بيوم القيامة عيونك ولسانك. هذه الثلاثة الاخيرة. هذه الثلاثة الاخيرة القاضية. اسمع اول من سمى يوم الجمعة بالجمعة صحابي عمر بن الخطاب. كذا خلصت ثلاث معلوماتي مره. ايه مستحيل تجاوب. مستحيل تعرف الصح. ايه مستحيل زياد انا اعرفه والله انه صعب. طيب تبدا ولا نبدا؟ انت ابدا. وش طيب انا اذكر ان عمر بن الخطاب عهده بدا بالتوثيق شو اسمه اتوقع لحق الهجره اتوقع انها صح فاتوقع الثالثه صح. الثانيه اللي هو صلاه الظهر والاولى من تمنى الموت. ما اتوقع ان يوسف عليه السلام تمنى الموت. اتوقع صلاه الظهر. صلاة الظهر. إيه الخطا. ايه غلط. فعلا صلاه الظهر هي اول صلاه صلاها النبي عليه الصلاه والسلام. وطيب وش وش والاولى صح اول ما تمنى الموت فعلا اليوسف. الاخيره خطا مو عمر بن الخطاب. اللي سمى يوم الجمعه بالجمعه كعب بن لؤي. كعب بن لؤي. طيب جبنا عندي. الاولى هي اول من اطلق سام. اي ممتاز. الثانيه عدد الانبياء 120 الف. ايه. الثالثه يطول العمر اللي يشهد عليك بيوم القيامه اول ما يشهد عليك عيونك ولساني. هذا غلط. وش هي؟ هذا ذكرت الشيخ نايف. ايه في احدى بثوثي انه ما قال عين قال تخت. اتوقع اتوقع انه فيها تخت. انا مو ودي افتي بس انه مي بالعين واللسان. الغلط الاخير هذه. هذه اي ان العين واللسان. تكبر تنسب اختك ولا هي يعني الانبياء. شيخ نايف. شيخ نايف اتذكرك. هيه. طبعا شيخ نايف مو قوي ابد. لازم يعني يدري شوي. ركز معي. يعني عدد الانبياء 120 الف صح؟ بس اني انا متاكد ما ادري بس انه انا متاكد من هذه انه مو العين واللسان ابدا. فيها فخ وفيها شيء ثاني. انا ما ودي افتي. يا جيم. صح. جيم ذاك مع الشيخ نايف. الحمد لله انك صديقي الشيخ نايف الهرش. يا ابو جسم كبير كانك هجوم العمالقه. احبك والله. اول من يشهد عليك الكف والفخ. صح؟ يس. اللهم لك الحمد. الحمد لله اني ما انسى. شوف نايف انك تفيدني. شوف ان الاشياء طبعا انتم برضو استفيدوا يا جماعة الخير من الفوائد هذه. والله العظيم اعرف انه اول شيء يشهد عليك يوم القيامة اللي هو يد والفخ او الكف والفخ. يا رب يجعلنا بالجنة. يا رب يجعلنا. اشترك اشترك عزيزي المشاهد اشترك. اضغط الزر هذا وهنا والله وجرس تنبيه. اي والله بس لا انت ولا يلا. طيب تبدا انت الحين. انا ببدا. طيب زياد بما انك كنت ضيف الحلقة. ايه. كنت والله العظيم كان ضيف وشمري ابن عمي لازم اضبطه. جبت لك معلومات عن السيارات. ملا فيه. جيت عندي ابو السيارات. ايه اذا فزت لازم احط تحدي. يا رب انه حاط لي. يا رب انه حاط لي اشياء حلوه. يا رب يا كريم. يا رب يا رب انه ما يحط له تشارجر وما ادري وش عنده. ايه يا رب يا رب يا رب. لا 2000 ريال اذا فزت بالسيارات. لا زياد لا توترني. 2000 ريال. طب خليني اقول لك شيء. اذا جاء تعادل ترى انا افوز. لا بالسيارات بس بالسيارات. اي بس بالسيارات. اي لازم افوز. بس اذا جاء تعادل ترى انا افوز بالجوله كامله بالمشي الكامل. خالد تكفى معلومات يا خالد. خالد صعب معلومات لي ولا خلها صعبه مره. طيب يا زياد. ايه؟ تدري انه في مليار سياره مليار. تستخدم الان
مليار سيارة تستخدم الآن. يعني مشترينها. إيه. لا هذا أكيد يعني 50,000 سنة بسيارة. المند. الله أعلم. الله أعلم. أعطني معلومتك. أعطيك معلومتي. طيب ما دامك أنت جيت للأعداد الهائلة، تدري يا رايد إن يومياً خلال 24 ساعة تنتج 165,000 سيارة يومياً. 165,000 سيارة يومياً 24 ساعة بس. تنصنع 165,000 سيارة. مليار. يعني ما لم تقصى. يلا ما ندري. الله أعلم. يلا عطني ثقيل عندك. تبي ثقيل ثقيل. أبي ثقيل ثقيل. تبي شيء يخوف. أبي شيء يخوف. شربي يا زياد. والله ما طلبت شيء. أنا بعطيك شيء يخوف. خذ هذه مني. تدري ايه؟ انه تحتاج سنة ايه؟ كاملة اذا بغيت تروح بالسيارة للقمر بسرعة 25 كيلومتر. ايه؟ عفوا 95 كيلومتر. ايه؟ يعني كذا نا 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 رايح للقمر سنة. يبيلك سنة والسرعة 95. سنة كاملة انت رايح للقمر، يعني سنة 24 توصل هناك. هذه معلومتي. هذه قوية. ايه هذه والله صدق. يعني ايه؟ فكرة 95 تضربها 365 يا طول العمر يطلع لك 300,000 لا 30,000 ما ادري، ما ودي اوضح لك لكن اعطيني. طيب بعطيك معلومتي هذه. تدري يا رايد انت شركه تويوتا اللي هنا، ان الحين بحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 سياره، باعوا سياره عفوا باعوا سياره. يعني كل 15 ثانيه يبيعون سياره. الان انا وانت 15 باعوا سياره، يمكن باعوا هنا بالرياض 15 باعوا سياره ثانيه. كل 15 ثانيه يبيعون سياره، مو يصنعون يبيعون. يمه يبيعون تويوتا يبيعون وليس يصنعون. فجر هين قفلين. هذه والله ما تخوف ذي زياد. لو إن ما كل 15 ثانية أوقف يمكن أصدق يبيعون وجبة. 15 ثانية يبيعون سيارة مو بوجبة سيارة. يوم هذه أحس إنه أفضل شوي، نرجع له بعد شوي كنا عجلة فيها. ترى هذه مني زياد. تدري إنه هتلر أيوة شنب صغير ساعد. أي نفسه هتلر شنب صغير ساعد في صناعة سيارة مستر بندي صغيرة. سيارة صغيرة. أعرف المعلومة هذه. أنا ما ندري عاد. أنا ما ندري بصراحة. أعرفها. أعطيك كلامي لو سمحت. إيه. أعطني معلوماتك الخير. إيه. ما ندري زياد. أعطني معلومات مدمن السيارة. تدري إن أول سيارة صنعت عام 1890 وثلاث كفرات وتمشي بس 3 كيلو. هذا سيكل طباط 3 كفرات. لا ما يمشي 3 كيلو. وقف مشي. لا سرعة 3 كيلو. سرعتها سرعة وشي يمشي سرعتها عام 1890. يا الربع انا ما عمركم شفتوا صورة 3 كفرات سيارة. تيك توك حق مصر. هذا تيك توك. تيك توك تيك توك. هذا حيوان مو بسيارة. 1890. لو انك قايل دباب اوكي. بس الحين اذا كذبت هذه القبرة يا ولد تخوف. الحين من نبدأ؟ بالله انت بدأ. انا بدي اعد لي معلوماتك. المعلومه الاولى اللي هي يبيلك سنه على ما توصل القمر بالسياره. إيه؟ المعلومه الثانيه انه هتلر ساعد في السياره الصغيره. المعلومه الثالثه ايش؟ مليار سياره. صح حلو ممتاز. ما ندري حلو ولا ايوه. هتلر ساعد بسياره صح. ايوه غلط. السياره حقت 95 كيلو متر. هذه غلط. لا ضحكت ابتسمت يا ولدي ابتسمت نظرك يعني غلط. انا جاوبت غلط. حقت القمر صح. مليار سياره غلط. مليار سياره وش غلط الحين؟ مليار سيارة. يس يس هذه صح. الأخيرة غلط. الحمد لله. للسنة السنة هذه غلط. لا يا الله أكبر. يا الله يا خير زيادة. الحمد لله أني جريت على أني بضحك. الحمد لله رب. ليه يا رب لك الحمد في هذا رمضان. اللهم لك الحمد على توفيق. ليه باقي والله ما يقول. طيب بقولك شيء. ايه؟ بس بقولك شيء واحد. ايه؟ اذا انا جاوبت غلط انفس. ايه انت مرتاح. انا بايز بايز. انا بس بجاوب. علمني وش هي. اول وحده تنصنع 160 سياره 160 الف سياره باليوم. ايه تنصنع. الثانيه تويوتا تبيع 15 كل سياره كل ربع الدقيقه يكون 15 ثانيه. والثالثه اللي هي اول سياره انصنعت بالتاريخ عام 1890 كان 3 كفرات وتمشي. هذه تخوف بس يمكن اصدقك بهذه. لكن انه كل 15 ثانية يبيعون سيارة هذا احس انه كيس خطأ. وش صاري؟ لا خسي. لا رايد ذاكر احلف انك ما غشيت. والله رب الكعبة اني ما غشيت. لا احلف اقسم بالله العظيم وبآيات الله الكريمة وانا صايم اني ما غشيت. غلط عليك. اثر عليك. ياا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 ا
الحمد لله والله اني ما غشيت، اذكر كلها يا زيد.
والله ما اقسم بالله العظيم انه ما اتفق معي ولا ادري اني اسالته ولا يدري بلاخ يا يشيل كابل ولا بلاخ والله العظيم بس والله حظي حلو والله تدري انه يعني طلعت صح عليك وانا غلط مو تفوز انت عادل تجيب واحده فاصله لكن الحمد لله والله من حظك هي الله يعطيكم العافيه يا جماعه الخير احساب بعطيك كفين حساب زياد تحت هنا تفضل أيه. اول واحد ضيفوا اشتركوا عنده ما باقي له شيء يوصل كم 550 صح أيه. ما باقي له شيء يا جماعه الخير اشتركوا عنده تحت اشتركوا عندي بعد اي ولايك اشتراك تنبيه مع السلامه شباب لايك توصل اجتماعي تحت احسن مع السلامه توفيق يا جماعة الخير لا تنسون تدخلون على المتجر ونضغط على الهودي هنا يدخلك المتجر لا تنسون كود RA2 والخصومات والهوديات والجيرسيات الجديدة والجيرسي الخاص فينا يعطيكم العافية.